فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الكتاب المناسب الذي تنصحون به ليقرأ على جماعة المسجد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسالة الشيخ ابن باز في صفة الصلاة موجزة، وأيضا هي خلاصة لما ورد في الأحاديث، رسالة طيبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.